بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هسه أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله أكمل معاكم شرح 3D موديلنج أوتوكاد، والنهاردة هنكمل السوليد إيديتنج وهنتكلم عن الفيسز. النهاردة إزاي إن إحنا نعدل عليها. أنا عندي الفيسز موجودة هنا زي ما شايفين كده. لو فتحت السهم ده عندي دي الأوامر الخاصة بيها، عندي فيه إكسترود فيسز وتيبر فيسز ويموف فيسز وكوبي فيسز، الكلام ده كله موجود. انا هشرح اول اتنين اللي هو اكسترود فيسز وتيبر فيسز. تمام، هندوس على اكسترود فيسز بالشكل ده كده، واختار عندي هنا الكيوب ده، اختار الفيسز دي. تمام، واجي ادوس بيمين الماوس انتر. هنا بيقول لي اختيارين، اما ان انا بكتب الهايت على طول او ان انا بعمل على باص. انا هكتب الهايت، الارتفاع هيكون قد ايه؟ هقول له مثلا اعمله لي 5. تمام، وممكن هنا ان انا احدد الانجل اللي هي التيبر، فانا هخليها زي ما هي زيرو وبعدين نحددها بعد كده زيرو اهي، عمله لي 5 واجي اقول له اكزيت وبعدين اكزيت. شايفين؟ طيب لو انا عملت تيبر بقى هنشوفها مع بعض. هاجي اقول له اكسترود فيسز واختار نفس الفيس ده كده اهو اللي فوق، واجي ادوس بيمين الماوس انتر واقول له الارتفاع برضو خليه 5 والتبر هنا خليها 45 وادوس انتر. عمله لي زي ما احنا شايفين كده، هنشوفها مع بعض اهي. شايفين اهي؟ لو انا جيت شفتها 2 دي وير فريم اهي. ده الفرق ما بين ان انا بعمل الانجل زيرو وبعملها بزاوية اي زاوية تانية غير الزيرو. تمام، اخر حاجة عندي هنا في اكسترود ان انا هعمل اكسترود فيس على باف. انا هاجي ادوس على اكسترود بالشكل ده، اكسترود فيسز، واختار الفيس ده. تمام، وادوس بيمين الماوس انتر. عندي هنا بقى هيظهر لي باف او موجود عندي هنا في الباف، لازم ادوس عليها تحت هنا في الكوماند. تمام، واختار الباف ده. عمل لي ايه؟ عمل لي اكسترود على الباص اللي انا عاملاه اهو. شايفين بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هنروح على تاني امر اللي هو تيبر فيسز ونشوف ازاي ان احنا نستخدمه. هاجي ارسم بوكس بالشكل ده كده. تمام، واجي اختار تيبر فيسز بدوس عليها بالشكل ده. بيقول لي سيلكت فيسز، بختار الفيس، هختار مثلا الفيس ده. تمام، وبعدين ادوس بيمين الماوس انتر، وبعدين بيقول لي specify the base point، اختار اول نقطة وبعدين another point تاني نقطة. تمام، نقطتين جنب بعض كده. هنا بيقول لي specify the taper angle، هنكتب له الانجل اللي احنا عايزين نعملها مثلا 45 وادوس انتر. لو جيت هنا وبعدين قلت له exit exit، جينا لفينا كده اهي. شايفين عمل لي تيبر بالشكل ده اهي، لو انا عملت له شيدد. تمام، يبقى احنا النهارده اتعلمنا امرين اللي هما اكسترود فيسز وتيبر فيسز. كده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.